مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. يدرك الإنسان أن الوطن شاغله الأوحد في زمن غربة الأماكن، ليحث الشاعر نفسه أن يبادر بإيمانه الكامل ويحمل الوطن في قلبه أينما كان، ليستأنس به ويخفف من وجع الترحال. ضيفة هذه الحلقة من برنامج بيت القصيد هي الشاعرة السورية الأستاذة ناهدة شبيب. مرحبا بك في بيت القصيد أستاذة ناهدة. مرحبا بكم وشكرا. تحية بعطر الياسمين تليق بهذا الحضور الراقي، ويحضرني أن أقول بغداد في قلبي وعيني القاهرة والشام دار العز للشاعر. أهلا بك من جديد، وما أجملها من يعني بداية، هذه البداية التي استهللتها بعواصم ذات حضارة عريقة لا يمكن لها أن تندثر. أستاذة ناهدة، بداية يفضل أن تتحدثي لنا عن نفسك إلينا وللسادة المشاهدين في حدود ما تودين أن نعرف عن الشاعرة ناهدة شبيب، تفضلي. أنا ناهدة شبيب من سوريا، مدينة حماة، مدينة أبي الفداء. يقال أنني شاعرة، صدر لي 7 مجموعات شعرية، عضو اتحاد كتاب مصر وسوريا، عضو مجلس استشاري في وزارة الثقافة في دمشق، وشاركت في مهرجانات عديدة، وحصلت على الإقامة الذهبية من حاكم دبي، سمو حاكم دبي، وحصلت على مؤخرا على الجائزة الذهبية، ذهبية حوليات القوافي في الشارقة. سعيدة أنني بينكم. لا أدري ماذا يمكن أن أقول عن نفسي. أكتب الشعر العمودي الفصيح، وأكتب الشعر التفعيلي، وقليلا من العامية لأنني لا أشجع كثيرا على العامية حرصا على اللغة العربية الفصحى التي أعشق. وهذا ما يميل إليها الكثير من محبي الشعر العالي، يعني الانحياز إلى اللغة العالية وإلى تراثنا الذي لا يمكن أن يموت أو يندثر، ألا وهو الشعر الفصيح الذي نعتز به وبكل من يكتبونه، وأنتم ممن يكتب الشعر الفصيح والقصيدة العمودية. وقبل النقاش والأسئلة والأخذ والرد، خذينا إلى أولى القصائد التي تودينا أن تلقيها على مسامع يعني متابعينا ومشاهدينا، بأدائك الجميل أكيد وحضورك الأجمل، تفضلي أستاذة ناهدة. يحضرنا اليوم عيد محبب بالنسبة للجميع، وهو يوم الحب الجميل، يوم الحب، حب الوطن، حب الأهل، حب الأولاد. لذلك سأبدأ بقصيدتكم حتى لا أثقل عليكم. القصيدة معشوقة الجماهير تقول: ينام الحب في أحداث عيني، وأنت تنام بينهما وبيني، ولو قطع الفراق لنا وصالا يراك القلب تبعد خطوتين، ونبضك لم يزل في الصدر حتى لأحسب صار نبضي دقتين، لكم طوت الدروب لنا حديثا وطيفك لم يزل في المقلتين، رسمت الدرب أشرعة، رسمت الشوق أشرعة فهامت تداعب بالمحبة موجتين، وطوعت الحروف فصرن وشما يزين بالشقائق وجنتين. عتبت عليك، عتبت عليك كيف هواي تسلو، وكنا ذات عهد عاشقين، وكنت الماء في بيداء روحي فصرنا في الملاحة واحتين، فما القبل الأثيمة ذكرياتي، ولا العطر المذاب ببردتين، سنينا لم تزل تستاف حبي، ولما تسقن تمضي الجنة أباتت لهفة ظمأة سرابا، وخاب الوهج عند المفرقين، حملت هواك في حلي ورحلي، فأسكرني الحنين غداة بيني، وكنت سلبت من زمن فؤادي، فرد إلي بالمعروف ديني. وما أثقله من دين حينما يطلب من وطن لأبنائه، من أم لأبنائها، من ابن لأمه، من أخ لأخته، من زوج لزوجه، من حبيب لحبيبه. أحسنت كثيرا.
أستاذة ناهدة، ماذا عن أبرز إصداراتك الشعرية أو بصيغة مختلفة، ما الأقرب منها إلى قلبك؟ حدثينا خصوصا عن إصداراتك الشعرية، تفضلي لك الكلمة. أصدرت في سوريا، أصدرت 7 إصدارات، واحد من أحد الإصدارات مرتين أعيد طباعته. أول كتاب هو المولود الأول، الكتاب الأول هو كالطفل البكر. متى أعيد طباعته؟ طبع في سوريا، كان بعنوان نصف امرأة. نعم. وكان هو قصيدة، طبعاً هي قصيدة نصف امرأة التي دخلت فيها إلى الوسط الأدبي، وأنا أحبها والجمهور يحبها، فسميت المجموعة على اسمها. ولم أطبع غيرها في سوريا. بعد ذلك حضرت إلى القاهرة وطبعت صهيل الجراح، وكان نعم. هو الجرح العربي الكبير وجرح دمشق والوجع، فكان صهيل الجراح. وبعد ذلك طبعت شهقة حرف، ولهذا الكتاب عنوانان، هو لن أحبك بعنوان قصيدة أيضا، وهي مجرد شهقة حرف. نعم. وبعدها طبعت صلاة الروح وسيلينا وبكاء على جدار الوطن، ومؤخرا أجراس الحنين. أجراس طبعا الحنين، نعم، أحب كتبي، لكن كل كتاب له قصة تميزه وله قصيدة أحب إلى قلبي. مثلا أحب صلاة الروح لأنه فيه من الصوفية شيء جميل، وأحب سيلينا لأنه لأن الديوان أو المجموعة بدأت بقصيدة حازت على الجائزة نعم. الذهبية. بالنسبة لبعض الكتب أحبها لأني ذكرت رسائل فيها زوجي رحمه الله في قصيدة الكتاب، فلكل كتاب خصوصية ولد حبه وعشقه، ولكن طبعا أحب جميع ما أصدر لي. والفرحة الأخيرة كانت فرحة الكتاب الأخير أجراس الحنين. أسمع أجراس الحنين تقرع في أذني أحيانا، الحنين إلى الوطن، الحنين إلى الأم، الحنين إلى الأهل، الحنين إلى الدار، إلى فنجان قهوتك على الترابة، إلى كل شيء. نحن أصبحنا كتلة كتل من الحنين متحركة، ومن الدموع، ومن البكاء المتجدد للأسف. صهيل الجراح أيضا له ربما كان قصة تميزه عن غيره وربما تحضرك الآن، لماذا سميته بهذا الاسم على وجه التحديد صهيل الجراح؟ صهيل الجراح كان صرخة وجع، صرخة ألم، صرخة الأم التي فقدت أولادها، الأم التي رحل أبنائها عن طريق البحر وطلعتهم المياه، رحلة النزوح، رحلة الهرب من البيوت، فقدان الوطن، فقدان الحنين، فقدان الحنان، الأسرة، البيت. نعم. أشتاق إلى أقل التفاصيل الموجودة في بيتي، أشتاق إلى الجيران، أشتاق إلى الطريق، أشتاق إلى الشجرة التي في بيتنا، إلى حديقة بيتي، إلى البرتقالة، إلى الزيتونة التي في حديقتي. نعم. هذا كان بداية الوجع في همي. وأجمل ما في هذا الكتاب وما أحبه أكثر هو حوارية بين الأم التي رحل ابن ليلة الرحيل التي رحل ابنها إلى أوروبا عن طريق البحر، كيف ودعها وماذا قال؟ ربما كان هذا سر تودين أن تكشفيه، فإذا أردت ذلك فتفضلي ونحن جاهزون لسماع ما تودين أن نسمعه من شعر وقصيدة. أنا أم، فأول يعني مثل باقي الأمهات اللواتي رحل أبنائهم في ظروف صعبة، والحمد لله رب العالمين، يعني نحمد الله أن أولادنا ما زالوا بخير، لكن هي تجربة قاسية وصعبة ومرهقة جدا. أن سأقتطف منها قليلا، لن أقرأ القصيدة لأنها طويلة. تفضلي. يقول الشاب لأمه ليلة الرحيل: أماه ضميني تقطعني الخناجر، والليل يرجمني وتخذلني المحاجر، مدي مدى عينيك أشرعة اللقاء، فأنا وأسراب الطيور غدا نهاجر. يا الله. حلمي على العتبات يجرحه المنى، وفؤادي المذبوح من ألم يكابر، ما لي أنا والحرب غر، إنني للسرق طفولة خافتي من حظ عاقل،
في ذمة البحر اللعين سأغتدي، في لجة الأمواج تحدون المخاطر، أماه ضميني تضج مفاصلي، فبكل أحبابي وأمكنتي أقامر، يا الله. وتجاذبيني بالعناق وسامحي، فالموت يقبع في المراكب والبواخر، ولتسندي رأسي لتسكن مهجتي، وأعود سنبلة على خير البيادر. لا تكتبي عني ولا عن غربتي، وبشوقي المحروق تشتعل المنابر. صلي لأجلي، صلي لأجلي في مساءات النوى، وتحدثي في الحي عن ولد مغامر، وعلى حجار الباب لا تتوجعي، تحكي لكل صبية ولكل عابر، أنا غصن زنبقة إذا ما قطعت، حلمي بكل حديقة في الحي عاطر. نمضي عصافيرا إلى جزر المنى، نمضي عصافيرا إلى جزر العرى، في كل مرحلة بنا وغد يتاجر، ونظل نجترع الصخور والأسى، والمركب المأكوم حول الموت دائر. بعد أنا طفل أذوق لضمة من زعتر الكفين أو عتق الضفائر، تنداح يا أماه من جسدي رؤى، وعلى سريري ألف منكسر وصابر. بيني وبين البحر أحلام الصبا، ومراكبي ندم وموج الليل ثائر، فتذكري أماه هذا المساء، حتى لو الغصات تلتهم الحناجر، لمي دموعك حطمت قيثارتي، عهدا سأرجع حينما تصحو الضمائر، عهدا سأرجع حينما تصحو الضمائر. زيدينا، لا نود أن تتوقفي هنا، ليتك تتابعين هذه القصيدة الممتلئة صدقا وحنين مشاعر من أم صادقة. تفضلي. ردت الأم عليه قائلة: صبي جحيمك في دمي، فالليل قاهر، يا لوعة تجتاح أكباد الحرائر، يا قطرة من عمق نبضي حرة، بدمي سأكتب لا بأحبار التفاتر. صبحا سيصلبني النهار على الملا، وتسير يا ولداه مكسور الخواطر. يا الله. أبني أقبل كي يضمك خافقي، بدعائي المجروح تختنق الحناجر. فغدا سأبحث عن ثيابك لوعة، عن عطر ثغرك لو بأعقاب السجائر. يا الله. وأسائل عن ولد نأى لديار ظليل وزنديق وكافر. وأسائل مجددا، وأسائل، تفضلي. وأسائل الأصحاب عن ولد نأى لديار ظليل وزنديق وكافر، فلمن تكلني يا بني كليلة، ولمن عشية وحدة الثكلى أسامر، لما أموت على سريرك حرقة، وتدور بالأعمار يا ولد الدوائر. يا الله. من ذا سيلحدني ويبكي فرقتي، وبحمل نعشي من تراه غدا يؤاجر، في حفرة جسد الهزيل إذا استوى، ورموا التراب فليس لي خلف وزائر. عضل الديار لقبر أمك، نادني لو قلت يا أماه رد القبر حاضر، وعلى ترابي لا تبالغ بي بكى، لا تقتلني مرتين بني حاذر. لك سرة أودعتها كأمانة، فيها جدائلي الطويلة والأساور، مجددا كلما تلقى لك بها. لك من جديد مشكورة. بع كل ما تلقاه من ذهب بها، وحذار يا ولداه لا تبع الضفائر. لك كل ما، حبذا لو أعدت البيت قبل الأخير وأتممت النص. بع كل ما تلقاه من ذهب بها، وحذار يا ولداه
لا تبع الضفائر، ستزغرد الأيام ذات محبة، وتعود أسراب لحسون المهاجر، وتعود تكتب يا شآم سماحة، وتبوس عطر ترابها، والترب طاهر، لك في بلادك ألف أم حرة، فارجع إلى وطن تراضعه الحرائر. يا سلام، فارجع إلى وطن تراضعه الحرائر. أشتي أستاذة ناهدة، نص موجع على ما فيه من ألم، نسأل الله أن يربط على قلبك وأن يجمعك بكل من تحبين عاجلا لا آجلا، غير فاقدين ولا مفقودين. لابد من استراحة قصيرة بعد هذه المشاعر العالية بمصداقيتها. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر الإنترنت من جمهورية مصر العربية الشاعرة السورية الأستاذة ناهدة شبيب. حيا الله أستاذة ناهدة من جبيب، أهلا وسهلا من جديد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذة ناهدة، إلى موضوع آخر الآن، يعني عن صراع الأشكال في هذا الزمن ما بين شعراء العربية، باعتقادك هل يمكن أن يسفر هذا الصراع، صراع ما بين الأشكال الأدبية، هل يمكن أن يسفر عن حالة إثراء ثقافي، أم أنه مما لا فائدة له ولا طائل منه؟ رأيك في هذا الموضوع، تفضلي. المفروض أن يسفر عن حالة إثراء ثقافي، لكنه لم يفعل ذلك، لأن الصراع ليس شريفا، ليس نقيا للأسف. المفروض أن يظهر كل شخص ما عنده، يكتب كل شخص ما يستطيع، يبدع كل شخص بطريقته، وأن نتقبل الإبداع. لكن المشكلة أصبح صراع، والصراع يؤثر على الإبداع أساسا، يعني يقتل الإبداع. والوسط للأسف يعني إما غير متقبل ورافض الموضوع نهائيا، أو مؤمن به إيمانا قطعيا ولا يمكن أن يدع مجالا للشك أو التشكيك. نعم، إما تغيرت طريقة التلقي، أو تغير طريق النقد، لا أدري. نعم، للأسف. طيب أستاذة ناهدة، نريد إجابة منك الآن تصل إلى مختلف مستويات التلقي، لا نريد أن تصل هذه الإجابة منك إلى من يسمونهم الشعراء النخبة أو إلى متذوقي الشعر ومحبيه فقط، إنما نريد لهذه الإجابة أن تصل إلى أكبر قدر ممكن ممن يستمعون إلينا ويشاهدوننا الآن. بكل بساطة وصراحة، ما القيمة الإنسانية التي تترادف وفكرة الشعر؟ ما الذي يعززه هذا الفن الكبير؟ تفضلي. الشعر أساساً، الشعر هو شعور، كلمة الشعر تأتي من الشعور، فأنت عندما تشعر فأنت تشعر، وأنت تقول شعراً تتحدث. الشعر يأتي بالتأثر بالآخرين، بالتأثر بالمجتمع، بالتأثر بالوسط. فإن لم يعزز قيم إنسانية فإنه سيكون مجرد سفسطة كلامية لا أكثر. نعم، نحن يجب أن نقدم في الشعر قيم إنسانية عالية. هو من قبل الـ من 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 قديم الزمان، من نعم، الحصر الجاهلي يعزز قيم الكرم وقيم الجود حب الوطن والأخلاق والشرف والإجارة. عالية. لم أسمع. قلت لك إن الشعر يعزز قيم الجود والأخلاق والشرف وإجارة مثلا المغرم أو المغروم أو المتعب وإقراء الضيف أو قرى الضيف، كل هذه قيم موجودة في الشعر وعبر عنها الشعراء. يعني رفع قيمة الوطن والدفاع عنه والوطنية العالية وتبصير القلوب والعقول، يعزز قيمة حتى الفصاحة باللسان، حتى طريقة الحوار، حتى الحوار الجيد، الحكمة، شعر الحكمة، المتنبي كم نعم كتب في الحكمة، ونتناقل حتى الآن ما يقوله، وكم نتناقل القصائد والأبيات التي تعلمنا الكرم والجود
وطبعا القصائد في حب الوطن كثيرة، والتي وفي التحفيز على القتال وما إلى ذلك. نحن الآن في مجتمع الشعر له تأثير كبير، ولو كنا نظن، ربما يظن البعض العكس، لكن له تأثير في الساحة. الآن في أي وضع، في أي حالة إنسانية أو كارثة إنسانية، الزلزال مثلا، كارثة الحرب، كل نعم أول من يخرج من عن صمته الشاعر، صحيح وتبدأ القصيدة تتكلم، ويبدأ القلم، ويبدأ الحبر يعبر. نحن للأسف يعني سلاحنا هو الكلمة، إذن لا نستطيع أن فإن نفعل. الشعر هو الأستاذ الذي ينبهنا إلى أجمل ما فينا ويذكرنا بإيجابياتنا حتى يعني نتبادلها ما بيننا البعض ونحاول أن نكون أكثر إنسانية وأصدق في مشاعرنا تجاه بعضنا البعض. أحسنت أستاذة ناهدة، يعلمنا تفضلي. الاستماع والتقبل الآخر. يعلمنا أيضا التفاهم مع الآخر وكذلك يعلمنا تقبله. أحسنت كثيرا. نريد الشعر من جديد. نريد الشعر من جديد. طيب، تفضلي. بما أن الشعر يحمل هم الوطن، سأقول: في صهوة التاريخ طعنة خنجري، وعلى مآذن غربتي أسراري، قد مزق الوجع العين تجلدي، والرافدين تناقلا أخباري. يا الله. ويكاد يعميني بكاء أحبتي، وأموت بين الريح والإعصار. أقتات آلام الحنين فأنحني، وألوه بين الصوم والإفطار. ويمر طيفك والحنين بأضلعي، فتفيض أوردتي ودمع يساري. سألت أوجاع الفراق عن النوى، فأبى الفؤاد لصبره إخباري. وأرى عذاب الخيل حين تذكر بوح العيون على المدامع جاري. فمتى سيندحر الظلام لكي أرى سرب الحمائم فوق سطح الدار؟ يا سامعين الصوت، هبوا نجدة، شاموا الكرام تئن تحت النار. عسى هي أن صرخة تنجو الشام قريبا بصدق هذه الأفكار العالية، بصدق هذه المشاعر المنتمية إلى تراب الشام، إلى أمن وسلام الشام، إلى عزتها التي لا تقبل القسمة إلا على أبنائها، ولا تسلم لجلاد ولا سطوة معتد ولا مغتصب أو متغطرس. سلمت أستاذة ناهدة، باعتقادك ما المطلوب من شعراء العربية في واقعنا المعاصر اليوم حتى تسهم تجاربهم بشكل حثيث بالحفاظ على موروثنا العربي والقيمة العالية للغة العربية؟ وجهة نظرك في هذا الموضوع. الشعر هو اللغة. نعم، الشعر هو اللغة، وأنا قلت في بداية حديثي أنا أكتب العامية لكن لا أشجع عليها. نحن نحمل لغتنا ونسير بها. نعم. ربما تتساقط منا بعض المفردات، ربما تساقطت بعض الكلمات، لأن الزمن يتحدث واللغة قابلة للتحديث وقابلة للتطور، لكننا معنا اللغة، نسير باللغة، لا نستطيع أن نتخلى عن لغتنا. الحفاظ على اللغة هو أهم شيء. يعني أنا الآن أصل إلى مرحلة أحيانا أشعر أن هناك شيء يسيس الأمر لإسقاط اللغة، لقتل اللغة العربية. صحيح. ونحن لن نسمح بهذا التسييس أبدا إطلاقا. الشعر ديوان العرب، واللغة العربية هي لغتنا الأصلية. يقول البعض أن القرآن أنها لغة القرآن، لذلك ستبقى محافظة عليها إلى الأبد. هذا لا يعني أننا لا نحمل هذه المسؤولية، لا، سنحمل المسؤولية هذه. نحن نعمل عندما نخفف هذه اللغة أو نضعف هذه اللغة أو نتغاضى عنها للجوء إلى اللهجات المحلية، فإننا بذلك نساهم في قتل اللغة العربية. هذه لغتنا العربية، لماذا نطعمها أحياناً؟ في الحديث في بعض الدول العربية تجد أن نصف الجمل التي تقال والتي توجه إليك مطعمة أو مطرزة بلغة أخرى. مثلا في بلد ما تطرد بالفرنسية،
في بلد آخر تدرس بالإنجليزية. لماذا نحن نأخذ لغة المحتل المحتل الغاشم الذي احتل بلادنا لكي نطرزها مع لغتنا العربية اللي نبدي أننا نحن أكثر أناقة في الحديث أو أكثر تطوراً أو لدينا خلفية ثقافية؟ هناك من نظر لهذه المسألة بخلاف ذلك، ليس تطوراً ولا ثقافة، وإنما هي متلازمة يقوم بها من يفتقدون الإيمان بهويتهم الأم. نحن لغتنا اللغة العربية الفصحى، لغتنا اللغة الأم ولغة أشعارنا، نعم. وهي ولو سقطت اللغة سنسقط معها. صدقت. طيب قبل القصيدة، قبل القصيدة الجديدة تسقط معها جميعا في الهاوية. صدقت. وسيطحن المجد فوق رؤوسنا والطير والنمرود يلتهماني. أنا كتبت قصيدة طويلة عن اللغة العربية وعن الحفاظ باللغة، ووضحت فيها ماذا يمكن أن يحصل لو لا سمح الله تراجعت هذه اللغة، لغتنا الأم. ومن يتخلى عن أمه يتخلى عن لغته. أحسنت كثيرا أستاذة ناهدة. وقبل الذهاب إلى قصيدة جديدة سواء عن اللغة أو أي موضوع تودينه، أريد فقط أن تكشفي لنا بعض الأسرار الآن. ما هي الحالات التي ترتطم بك، تصفع هدوءك، تستفزك وتحرضك على الكتابة؟ يعني بصيغة أخرى، حدثينا عن بواعث الإبداع ومصادر التحفيز لديك. أحيانا يقولون أن يجب أن أننا يجب أن نذهب إلى وادي عبقر لكي نستلهم. كان يقولون ذلك، يعتقدون بهذا، ونحن في الواقع نحتاج أحيانا، يعني نصاب بحالة ركود. الشاعر يصاب أحيانا بحالة ركود، لا يستطيع أن يكتب. صحيح. تأتي حادثة معينة تفجر كل ما هو في داخله، يأتي حدث كبير يفجر كل ما بداخله. أنا ينتابني أحيانا شهور لا أستطيع أن أكتب، أشهر طويلة لا أستطيع أن أكتب نهائيا، حتى تصدمني ممكن حادثة، ممكن أحيانا تأتي بالعكس، بعض الحوادث تصدمني لدرجة أنني لا أستطيع أن أكتب. لكن بصراحة الذي يدهشني النص النثري أو النص الشعري الذي يدهشني يحرضني على الكتابة، فأجدني على الفور سلمت قلمي وورقة بيضاء وفضضت وكانت. إذن أنت شاعرة يدهشني يولد عندي قصيدة. إذن أنت شاعرة تستفزها القصائد العالية. إذا ما قرأت قصيدة عالية شعرت بالاستفزاز فكتبت. نعم، تستفزني جدا، تستفزني القصيدة العالية المستوى الرفيع. جميلة جدا هذه الإيجابية المنتجة. النص النثري كثيرا ما يدهشني، النص النثري ولا أقول قصيدة النثر، نعم. النص النثري أحيانا يكتب بطريقة عالية رفيع المستوى يدهشني ويولد عندي قصيدة جديدة. أعطنا قصيدة جديدة ونحن كذلك الآن نريد منك قصيدة جديدة، تفضلي. طالما نحن تكلمنا عن اللغة فسنتحدث قليلا بموضوع اللغة. تفضلي. لغة تميس بقدها كلبان، مسروجة بشقائق النعمان، وكأنها صعدت تعانق في السماء بعض المحارم في حمى الرحمن. أو ما أتى جبريل فيها بالسنا من وحي رب العرش بالقرآن، مياسة القد الرهيف تذيلت بنمارق خضر وبالمرجان، هزت بجذع فنونها فساقطت دررا تبوح بحسنها الفتان، كالجل نار إذا تمخض رحمها فتن العباد بشهوة الرمان. فقرأ بها ما شئت، إنك قارئ باسم الإله الواحد الديان، فبأي آلاء يكذبها العدا وبها حساب العبد في الميزان. وبها الشهادة للعباد ترددت بالله أكبر، يلهج الثقلان لو أغرقوها تلك آخر طعمة، يا نوح أنقذنا من الطوفان، قسما لتغتال القصائد بعضها والحبر والقرطاس يندحران.
وسينزف الحرف اليتيم على يدي، والليل والشعراء يغتربان وسيطحنون المجد فوق رؤوسنا، والطير والنمرود يلتهمان، فالشعر أول من يموت بأهله، ونساق أرتالا من العميان. عربية لغتي وأفخر أنني نسبا أعود إلى بني قحطان. يا سلام، عربية روحي وأفخر أنني نسبا أعود إلى بني قحطان وأنعم به من نسب وأكرم به من نص عال. أستاذة ناهدة ابقي معنا، لابد من استراحة ثانية بعد هذه القصيدة المفعمة بالكثير من الجمال. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. نرحب بكم مرة أخرى أعزائنا المشاهدين في كل مكان. معنا في هذه الحلقة من بيت القصيد من جمهورية مصر العربية الشاعرة السورية الأستاذة ناهدة شبيب. حيا الله أستاذة ناهدة من جديد. قبل أن نعود إلى الشعر أستاذة ناهدة، عن فكرة ولزوم أن ينتمي الشاعر إلى الوجع الإنساني الكبير، رؤيتك في هذا الأمر؟ الشعر هو الوجع، نحن نكتب من رحم المعاناة، نحن نكتب من الوجع أساسا. يعني لا أعلم لماذا الشعراء كلهم تعساء وكلهم محزونون وكلهم موجوعون. الوجع والمعاناة هو ما يحفز الشاعر على الكتابة، فلا يبتعد الشاعر عن الوجع. نادرا ما نجد قصيدة فيها فرح، نادرا، وإلا القصائد اللي فيها حب وقصائد الغزل، وهي عادة يعني في أغلب الأوقات تكون فيها وجع نعم. وفيها طيب، معاناة. على سيرة الوجع، على سيرة الوجع، ماذا عن وجع غزة الحالي؟ كيف يمكن للكلمة أن تخفف وإن قليلا من وجع الأمهات ودموع الأيامى واليتامى؟ حدثينا عن شعور الشاعرة ناهدة شبيب تجاه ما يحدث في غزة خصوصا وعموم فلسطين بشكل عام، تفضل. لا تنكئي جرح تحت الجرح أرواح، قد دس في جيبه أحلام من راح، مغشى عليهم يئن الصبر في دمهم، تملى رؤى العين من جفنيه أقداح. نمشي على الجمر ما بانت لنا جهة، كأننا في عيون الخلق أشباح. للأسف غزة هي الوجع، الجرح الذي لا نريده، أن لا نريد لأحد أن ينكأ هذا الجرح، لكنه مفتوح للأسف. غزة الوجع العربي الكبير الذي لا يمكن أن يتغاضى عنه أحد. نحن صغار أمام وجع غزة، يا صغار سلام. أمام غزة. أنا أعتذر من كل أم في غزة دفعت ضريبة كبيرة عنا جميعا، عن العرب، دفعت ضريبة كبيرة عن العرب بأبنائه، لم يكن ولد ولم يكن أخ ولم يكن زوج ولا بيت، ولا كان كل ما تملك، دفعت كل ما تملك. نحن فعلا أقزام أمام صبر الأمهات في غزة. كيف، من أين أتوا بكل هذا الصبر؟ والله العظيم أنا أشفق على نفسي من النظر، فكيف لو كيف تعيش هذه الحالة المرأة؟ كيف تعيش هذه الحالة؟ والله العظيم نحن مقصرون، مقصرون. وأقول لغزة دائما سامحينا، سامحينا، بجد سامحينا. نحن في حالة خجل، خجل كبير. نحن أقزام علينا تعتبينا، هكذا كتبت في قصيدة سامحينا لغزة عندما وجهتها. فلتسامحنا رغم أننا لا نستحق المسامحة بصراحة. نحن نقف مع غزة، نحن مع أبناء غزة، نحن مع النضال، نحن مع الصمود، نحن مع كل ما يفعلون هذه الأفعال التي ترفع الرأس، التي بصراحة فاجأتنا. نحن كنا نظن أن الوقت قد فات وأننا وصلنا بمرحلة إحباط قاتل، نجد فجأة ثورة تنطلق، ونجد شبابا مثل الورد يقدمون أرواحهم، وأمهات صابرات يا وآباء سلام. صابرين. يا
يعني نحن ماذا نستطيع أن نقدم؟ بالفعل نحن أصغر من أن نتحدث عن غزة. أستاذة ناهدة، كلنا وغزة في خندق واحد، ومن حق أنفسنا علينا أن نسامح أنفسنا أيضا. إلى الشعر من جديد عن غزة أو أي موضوع تودينه، تفضلي لك الكلمة من جديد. قل لغزة سامحينا، سامحينا لم نكن ندري بأن العيب فينا، سامحينا لو بنا تستنجدينا، لو تأخرنا قليلا أو كثيرا فاعذرينا، أذنوا للنصر لكن ما درينا، ليلة الأمس ثملنا ثم دار السكر فينا، وأقاموها صلاة حيث كنا نائمين، بابنا كان ثخينا فاصرخي كي تسمعينا، نحن أقزام علينا تعتبينا، نحن كنا ميتين فاتقي شر خطانا، نحن لسنا مرسلين، واسمعي صوت بكانا من نحيب الخائفين، قبلة للنصر يا أنت فهيا أرشدينا، علمينا كيف في الأقصى نصلي رغم أنف الغاصبين، نتوضى دون ماء من جراح الثائرين، كيف لا نجسو بكاة في يديهم راكعين، أمطريهم وامطرينا حجرا من كفك اليمنى لندمى طهرينا، وبدمع الحرة الثكل اغسلينا، وبنا صلي إماما جمعينا، وإذا ما ارتد مسخ فاضربيه واضربينا، علمينا كيف بالدم ارتوى حقل فأضحى يا سمينا، جهلنا دنا سجن بحق الصبر هيا حررينا حررينا. يا سلام، ما أجمله من انتماء لهذا الوجع الكبير. عسى أن تكون هذه الكلمات الصادقة ضمادا ينزل على قلب غزة فتبرأ مما هي فيه. أستاذة ناهدة، عن الدموع التي تسكنك ولا تفارقك، صفي لنا مرارة الدمعة حينما تمتزج بحبر القصيدة. أنا بطبعي حزينة جدا، ويقولون أن في عيوني دمعة دائمة، من ينظر إلي حتى عندما أفرح أبكي. الدمع بالنسبة لي هو ما يرافقني مدى حياتي، لا أدري لماذا، ربما مررت بالكثير من التجارب الصعبة. بعد أن عدت من أوروبا، كنت عايشة في بولندا مع زوجي رحمه الله، وبعد أن عدت ابنتي ذات 5 سنوات في حادث، فحزنت كثير، وابتدأت بالكتابة بالرثاء، وبعد سنتين توفى زوجي رحمه الله، وكان دكتورا في جامعة البعث، وعدت لكتابة الرثاء مرة، فلا أدري لماذا تصاحبني الدموع دائما وأبدا، تسير معي في كل قصائدي، فلو جمعت كتابي ستبتل القصائد ويبتلي الكتاب من الدموع في نهاية المطاف. الدمعة صديقة أحيانا في الفرح، أحيانا في الحزن. طيب بكل صراحة، كيف يمكن للقصيدة، كيف يمكن لهذا الكائن العجيب الذي يسمى الشعر، كيف يمكن له أن يرمم بقية الإنسان فينا ويذكرنا بإنسانيتنا فنلزم واجباتنا تجاهها؟ والله أنا بالنسبة لي هو الشعر والبلسم. يعني أنا بعد نضال طويل، سنوات طويلة من العذاب والتعب، وصلت كشفت الغطاء عن تجربتي الشعرية، وكانت مختفية طبعا، لم أكن أظهرها أبدا للعلن، فوجدت أنني بحاجة إلى أن أمنح هذه الروح المتعبة قليلاً من الفرح، وكان الفرح أن أكشف الغطاء عن الشعر أو عن موهبتي فيه، ومنحت روحي هذا الفرح فعلاً. الشعر بالنسبة لي هو البلسم، هو البلسم وهو الشفاء، وهو أنا أفصل عن الآخرين عندما أكتب القصيدة، أنفصل عن الآخرين. أنا ممكن أن يكلمني أحد ولا أسمعه مطلقاً وأنا أكتب القصيدة، أدخل في عالم آخر، تسعدني تفرحني القصيدة، عندما تنتهي أضمها إلى صدري أشعر بحرارتها، تغسل كل أوجاعي،
ممكن أن أكون في أعلى مراحل الحزن، وعندما أكتب القصيدة تسحب مني كل الطاقة السلبية وتمنحني طاقة إيجابية جميلة. وهذا من نحن المؤكد، يجب الشكر ونحترمه كما يقدم لنا، وهذا من نقدم له. المؤكد ما يصل أيضا إلى القارئ الذي يتلقى هذه القصيدة، فالإحساس الذي سكن شعور كاتبة هذه القصيدة من المؤكد أنه سيبلغ مبلغه في نفس القارئ أيضا. عندما تكتب بصدق تذهب القصيدة من فمك إلى قلب المتلقي، صحيح. وإذا لم تكن ذلك فالقصيدة ليست قصيدة وإنما هي مجرد نظم. صدقتي. القصيدة تصل إلى القارئ مباشرة، تدخل القلب وتدخل كيانه وتدخل شعوره، ويشعر أنه هو من يريد أن يقول هذا الكلام، لكن أنت من أسرعت وتحدثت عنه بطريقة أفضل. هذا هو الشعر. إنما الشعر هو القصائد الصادقة التي تنبعث من وجدان صادق تشبه اللطائف المضيئة التي تتحدث إلى الإنسان وتشاكل واقعه وتترجم حالته وتحاول أن تخفف من آلام نفسه. أما القصائد التي لا تنتمي إلى هذه الجراحات ولا إلى هذه المعاناة فما هي إلا كأعراس الطين التي لا روح فيها وتظل جامدة حتى وإن كان ظاهرها جميلا. أستاذة ناهدة، أوشك الوقت أن ينتهي وفجر هذه الحلقة أن ينبلج. إلى القصيدة الختامية في هذه الحلقة التي تودين أن تختمي بها، تفضلي. وبما أن هذا اللقاء طبع عليه غلب عليه طابع الحزن، سيسامحني الجميع، سأكتب قصيدة الرثاء هذه. تفضلي. حديثنا عن كتبت لزوجي هذه القصيدة في تاريخ وفاتي، ذكرى وفاته 20. أحتاج غير الشعر إذ أرثيه، ما عاد دامع أحرفي يكفيه. أحتاج بحرا لا شطوط تحده، وسوى اليراعي لكي أقارع فيه. أحتاج شوقا خالدا لا ينتهي، شوق الأب المنتاع خلف بنيه. لأعد خبز الأمنيات موائدا لله في الظلمات استجديه. أنا لم أحارب فيه طاحون سوى أبدا، لأعرف ما الذي يخفيه. قد شاقني درب تعثر بالخطى وحدي، وكناه معا نمشيه. لو أمهل القدر الحزين شفاهنا، كنا اختلسنا شوقنا من فيه. ما كان في مطر اللقاء من حائل إلا غبار الروح بين ذويه. أطلق فراش الضوء اسمك ظالم، لا تحرقن مواسمي بالتيه. حطم جدار الصمت، أطلق صرخة، كن أنت لكن غير ما تبديه. عطش السؤال ولو تصحر ثغره، إما تشاء فببسمة ترويه. تسعى وراء النجم ترتق غيمة خوف البكاء، فخلها تبكيه. ما شعري إذا ما شئت حل وثاقه، ما زال عطر يديك يرتع فيه. وافتح على مديا بوابة للنور، ثمة بائس تحييه. واغفر حماقاتي التي مارستها، إن كنت يوما قلت ما أعنيه. بوابة الحب المقدس ما هوت، كان احتراق أمس تنبيه. والذكريات على الجدار توكأت ريانة بالشوق تسترضيه. والشعر كم وضأته من أدمعي، وتركت للتاريخ ما يعنيه. والصولجان وتاج عرشك سيدي، أقسمت أني لا أفرط فيه. أقسمت أني لا أفرط فيه. والصولجان وتاج عرشك سيدي، أقسمت أني لا أفرط فيه. دام هذا الوفاء. أستاذة ناهدة، عوضكم الله خيرا بأبنائكم، بحياتكم، بإنجازاتكم، بوطنكم الذي تحبون. كلمة حب وأمل بالأفضل لوطن تحبينه في ختام هذه الحلقة، ماذا تحبين أن تقولي؟ أنا عربية بامتياز، أحب الوطن العربي الكبير. حلمي أن أسافر
من مشرقه إلى مغربه ومن شماله إلى جنوبه بدون جواز سفر. حلمي أن أقطع الحدود، حلمي أن تنتهي هذه الحدود والأسلاك الشائكة، حلمي أن أكون عربية، عربية فقط، ولا أقول أنا عربية سورية مصرية أردنية عراقية. حلمي أن تبقى الدول العربية دولة واحدة، وأن نشعر بهذا الألم المترافق أو أن ينزاح هذا الألم أصلا. لماذا إذا كنا عربا يجب أن نكون دائما في حالة حزن وفي حالة حرب وفي حالة ألم؟ لدمشق ولبغداد ولليمن ولكل الدول العربية ولغزة لفلسطين لليبيا لكل الدول العربية الأمان والسلام بإذن الله. إن شاء الله نلتقي الدول العربية كلها بخير بإذن الله. هذا هو الحلم الجامع، ونرجو أن تتوفر الأسباب الحقيقية والجادة والصادقة التي تحول هذا الحلم إلى واقع وحقيقة. أستاذة ناهدة شبيب الشاعرة السورية، يعني انقضى الوقت وظل أن أشكرك على تشريفك لنا في هذه الحلقة. بالعكس، أنا أشكركم على هذا اللقاء الجميل وعلى أنكم الدعوة المباركة التي حظيت بها من قبلكم. سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا الوقت، وسعيدة أن أكون على قناة الرافدين الحبيبة، البلد الذي ذهبت وسعيدة. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذة على هذا الجمال أستاذة ناهدة شبيب، ونرجو للحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار هذا اللقاء مجددا، ربما في الأستوديو، وعسى أن يكون قريبا. سعدنا بك ودمت شاعرة إنسانة تنتمي إلى وطنها وقيمها ومبادئها. مشاهدينا الكرام، في الختام ظل أن أشكركم على حسن وطيب المتابعة. في الأسبوع المقبل نلتقي وإياكم بحول الله وقوته رفقة شاعر جديد وربما شاعر. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.